في الحقيقة لا يفهم من موقف المعارضة في حالة وجود هذه الاجتماعات المكوكية الآن بين قوى المعارضة السياسية والبيانات والتصريحات أن هناك موقف مسبق برفض الحوار. نحن أعلننا بكل وضوح أن الحوار، نحن جادون في الحوار، لكن الحوار الذي يؤسس فعلا إلى حل دائم في هذا البلد، إلى دولة المؤسسات والقانون. فلذلك نحن نتدارس موقفنا إلى يوم الأحد. تلقيناه اليوم في الاجتماع الإخوان مع الوزير كانت إجابات غير واضحة، ويستشف منها إصرار على الحل الأمني في البحرين وعدم وجود نوايا واضحة لحوار جاد.